الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سعدنا اليوم أن نلتقي في فرقة ناوانت، نادي البهجة على مستوى، أعتقد أن النادي موجود على مستوى كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية والعلوم التسيير، مع الثلاثي الذي سيلتحفنا بواحدة من الأغاني الوطنية الأكثر انتشارا في العالم العربي، وهي الطيارة الصفراء، حتى نستحضر ذكريات امرأة كفيفة تسمى العييدة نوارة المكنات عائشة، التي تغنت في أو كتبت أو تغنت بأخيها الشهيد إبراهيم العييدة في مقبرة الشهداء بغيلاسة. هذه المرأة الحضنية الأصيلة من بنات ولاد سيدي منصور بلدة معاضيد كتبت هذه الكلمات الجميلة، سنسمعها إن شاء الله من خلال فرقة نهوانت مع الثلاثي. لكم الكلمة، فضل. والعلوم التجاريه وعلوم التسيير مكونه من الثلاثي على الايقاع، تفضل. حيمن الله على الايقاع، ربي يبارك المستوى التعليمي، بارك ربي يبارك ما شاء الله. على آلة الناي هذه قصبة ميمون عادل، مستوى تعليمي اداره عمل تسيير مؤسسات، مازال طالب جامعي، ربي يبارك ما شاء الله. الاخت الكريمه التي اطلبتنا بالطياره الصفراء بكرة شيماء اميره، سنه ثالثه ليسانس محاسبه وماليه، ما شاء الله.